de IKFM Podcast. À la une. مرحبا بكم في تونس، بلاد الديمقراطية وسيادة الشعب والسياسيين اللي يحبوا اللعب، بلاد الحمار الوطني بالبردعة الشعبية والرباعي الراعي بالأدوية الرعوانية. الحكاية ولات أطول من خطابات البحيري وأمرض من المسلسلات التركية، ويبدو أنها مش باش تتفض كان ما يتيح الفاس في الراس. التونسية اليوم تحكي على سيناريوهات على طريق الحوار الوطني المعطل، كل شيء وارد من الحل إلى الإرهاب إلى الإفلاس. الحل هانا المنيو في رواحنا باش يلقاوه اليوم. الإرهاب موقف نشاطاته في انتظار العودة للهجوم، والإفلاس جايين وجايين غدوة كان مش اليوم، والذكرى الثالثة لاندلاع الثورة جاية على قريب، والغضب الشعبي قاعد على نار هادية يطيب. الصباح الأسبوعي ذكرت دعوات للاحتجاج يوم 17 ديسمبر بين تصحيح المسار الثوري والبحث عن ثورة للإسلاميين، فبحيث اللي مشبعش يسخن البيت واللي ما طيبش يأكل حتى الشايط. حتى اللي كان يقول لنا وقت الرجولية فات ودوس النضال تسكر عليه الماسو، توا ولا يحب يعمل رتراباج ويفبرك بطولات جديدة فالسو. واللي تجبدت من تحته الزربية ولقى روحه على برا، لم بعضه ويحب يعاود يصدم ويرجع للقمة فرد مرة. هاي الصريح قاتلك مرجان لا يستبعد التحالف مع قائد السبسي والقروي، ومن يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب، باش ندوروها يحيى حزب الدستور يحيى منقذ الشعب. بعد يقولولي النهضة ما عملتش إنجازات، بربي فما أقوى من هكا قلبين للتوازنات؟ سي حامد القروي قال لكم ما يجيش نقولوا تجمعيين شرفاء، وانا موافق، خاطر بصراحة كي نقول هكا نحس روحي النافق. تيلي ما كانش فيهم مجرم كان سارق، واللي لا هذا لا هذا كان يتفرج وموافق. اما يحرز جاي جديد على قديم رماء، والناس ولات متوحشة الديكتاتور ومذا بها في حضن بوها لحنين تترماء. عمال اخويا ياخي، راي الديكتاتورية من ابنائنا لم تأتي من المريخ. انت طلع على عقلية جزء واسع من الشعب اتا وتشيخ. الشروق اليوم جبدت موضوع العنف ضد النساء اللي تضاعف في تونس، 46 قتيلة في 10 أشهر. اي نعم، في بلاد بورقيبة والطاهر الحداد والحداثة والتقدم، أكثر من 4 نساء يموتوا كل شهر بسبب العنف والذكورة اللي تتجلطم. نزيدك، البيان رجعت القضية الطفلة المغتصبة بالمرسى، ونقلت تصريح للأستاذة راضية النصراوي اللي تقول التحقيقات سطحية وصاحبة الروضة محمية من أطراف متنفذة. الله الله، خلي من قضية الطفلة اللي اغتصبوها بوليسية واللي عندها عام من تأجيل لتأجيل، الله أعلم عليه. وفسر لي كيفاش تحب ديمقراطية وحقوق إنسان في بلاد فيها برشا ذكورة يعاملوا المرأة كأنها حيوان، مع العلم أنه اللي يمارس العنف حتى على حيوان كان الحيوان. أما الله غالب، حتى هذوما تقيدوا علينا من بني الإنسان. حصيلوا الديمقراطية بدعة، خلينا في التخلف والجوبير والتسوفيج، وإن شاء الله مبروك عليكم، وإن شاء الله زاد كما تكونون يولى عليكم. مدعيك فهم بودكاست.